ما الراجح في مسألة من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب، هل يقتل؟ يقول: وهل توبته مقبولة؟ هل يقتل؟ نعم، هكذا قال. التوبة ما تسقط حق القصاص عنه، القصاص حق لأولياء القتيل، فلا يسقط إلا إذا سمحوا هم، إذا سمحوا هم يسقط القصاص. نعم. بالنسبة للتوبة وفقك الله، التوبة تقبل عند الله، لكن القصاص ما يسقط ولو تاب، لأنه حق للمخلوقين. نعم.